في محاولة للتوعية من خطرها وللحد من انتشارها، انطلق معرض دال المخدرات برعاية من وزارة الداخلية وبأيدي طلاب التصميم الجرافيكي في جامعة القلمون الخاصة، وذلك في صالة الشعب بدمشق. التوعية مهمة جدا، التوعية بتوفر جهد ووقت وكلفة، نحن ما بنستنى الشخص ليصير مدمن نقول له لا للمخدرات، لا، هي الرسائل البصرية اللي شفتوها من خلال اللوحات والأعمال الفنية المعروضة، عكست في سلوغونات موجودة، طريق لا نهاية له مثل ما احنا شايفين، قيدك بإيدك، الموت أو الموت، فهي الرسائل مع رسالة بصرية بسيطة، الشباب نفسهم صمموها ليشوفوها الشباب، ليشوفوها فئة الشباب، فهذا الشيء مثل ما شفناه توج من خلال المشاركة وتنظيم هذا المعرض الفني الجماعي يلي بيؤدي رسالة مهمة جدا ويلي بيعكس الدور الاجتماعي للجامعة أيضا خارج أسوار الجامعة، ربط رسالة الجامعة بالمجتمع، ويلي هو هذا ضمن استراتيجية خفض الطلب يلي إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية عم تمارسها من خلال جهود الوقاية والتوعية، يلي قلنا الوقاية هي علاج سابق تجنب لعلاج لاحق من خلال رسائل التوعوية اللي شفناها من خلال اللوحات المعروضة. طبعا ورشة عمل تمت 4 أيام، كان في مبادرة من وزارة الداخلية المقدم حسام عازر بشرح أخطار ونتائج المخدرات للطلاب، بعدين الطلاب خلال 4 أيام اشتغلوا وتم الافتتاح الحمد لله، وهي تجربة كتير مهمة للطلاب مشان الخروج خارج أسوار الجامعة بالتعليم، وهذا ما يسمى بضمان الجودة خدمة المجتمع. المعرض هو إجا ضمن منظم ضمن عدة محاور، أول شيء محاضرة عن أنواع المخدرات أثر على الفرد والمجتمع، طبعا هي كمرحلة أولى. المرحلة الثانية بدأنا بمرحلة التنفيذ واللي هو جلسات مع الطلاب لإنتاج الأفكار حول هذا الموضوع، وكيف نحن منوجه، كيف نحن منوعي الفرد والمجتمع من خلال التصميم الجرافيكي، من خلال الصورة البصرية وتوجيه الرسالة بشكل أقوى. 36 لوحة ل 25 طالب صورت كل واحدة منها الوجه الأسود للتعاطي والإدمان، وخاصة بين أوساط شريحة المراهقين والشباب، كما تضمنت محاضرات توعوية عن أنواع المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع وكيف يمكن أن تؤثر الصورة في مجال التوعية. قدموا أعمال وتوعية للناس بعبارة عن رسمة ومخطوطة بكلمتين أو بعبارة أو بجملة قدموها للناس أنه المخدرات هي عبارة عن شيء يؤدي إلى الهلاك إلى الموت. طبعا هذا المعرض مشكورين طلاب الكلية، مشكور رئيس الجامعة دكتور وسيم والطاقم اللي حاولوا يقدموا شيء له علاقة بتوعية الناس. طبعا بوستر بيحكي عن انه وقت اللي بيأدمن الواحد، فوقت اللي ببلش إدمان هو اللي بيكون اختار الطريق بحاله وبيقيد نفسه بنفسه بالإدمان وبالمخدرات، وهو يا هو بفك حاله يا أما لا. طبعا أنا بوستري اعتمدت أني أنا أصور حدا من رفقاتي وألعب بملامح وجهه ليطلع عليه تأثير المخدرات اللي هن تحت العين بصير أسود، وقيدناه وهو مسك القيد بإيده لأنه هو يعني هو اللي بيقيد حاله. تعتبر المخدرات من أكثر الآفات انتشاراً بالعالم وأخطر وأسرع تفكيكاً للمجتمعات، ناهيك عن آثارها النفسية والصحية على الفرد.